معنا لمزيد من التفاصيل بشأن الموضوع الدكتور مازن الرمضاني الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور مازن، بداية مرحبا بكم. ماذا يعني من وجهة نظركم تصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد أن المعركة في الموصل لم تنتهي بعد؟ نعم، شكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا بك دكتور. تصريح رئيس الأركان الجيش الأمريكي ينطوي على عدة أبعاد. البعد الأول، المعركة حقيقة مع داعش لم تنتهي، بدليل أن داعش لا زال موجودا في قرى وقصبات في الأنبار وغير الأنبار. وجود داعش في هذه الأماكن يعني أنه لا زال يستطيع أن يقوم بعمليات، و هذه العمليات تدخل يعني ضمن السياق العام الذي اتبعه داعش خلال فترة احتلاله للموصل وغير الموصل. البعد الثاني هو أن الأمريكان يدركون أهمية العراق اقتصاديا وعسكريا وجيوبوليتيكيا، وبالتالي هم يسعون الى لكن هناك يعني نقطة مهمة دكتور مازن رمضاني، يعني اود الاشارة اليها. يعني رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد قال بأن القضاء على تنظيم الدولة الى الان لم ينتهي، ووصفهم بالأعداء المتخفين. في هذه الأثناء القوات الحكومية والميليشيات ترتكب مجازر ضد المدنيين في الموصل تحت غطاء محاربة التنظيم أو الخلايا النائمة، ما مدى خطورة ذلك؟ بالتأكيد يعني القوات العسكرية غير المنضبطة تستفيد من هذا التصريح للقيام بأعمال من نمط تلك الأعمال التي قامت بها في المناطق التي خضعت لداعش، وبالتالي هي تستفيد دون شك من هذا التصريح. ولكنني أنا لا أذهب إلى نوع من المؤامرة في الربط بين هذا التصريح وتصرفات القوات العسكرية غير منضبطة، أنا هكذا أسميها. نعم، هذه القوات سوف تقوم بعمليات مماثلة لتلك العمليات التي قامت بها خلال الزمان الماضي. نحن نعلم أن هنالك محاولات هذه الانتهاكات التي تتم. أستاذ مازن رمضاني، القوات الأمريكية الموجودة هناك لماذا لا تضع حد لها؟ يعني هناك مجاميع غير منضبطة مثل ما وصفتها، لماذا لا تقوم القوات الأمريكية بوضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين بحجة أنهم خلايا نائمة أو حاضنة لتنظيم الدولة؟ يا أخي العزيز، يعني نحن نعرف السلوك الأمريكي ولا سيما سلوك القوات العسكرية الأمريكية أنهم يتجنبون الدخول في معارك مباشرة تفضي إلى قتل جنودهم، وبالتالي هم يعني الأولوية للجنود العسكري للجنود الأمريكان وليس للمواطن او للمواطنين العراقيين. هذا هو سلوك الولايات المتحده. سواء هذا السلوك من خلال هذا السلوك استاذ مازن، يعني نريد تفسيرا لهذه السياسه الامريكيه وهذا السلوك، ما مصلحه الولايات المتحده في الابقاء على دعم الميليشيات في العراق والشرق الاوسط عموما؟ لم نجد اي خطوات باتجاه تحجيمها او ايقاف انتهاكاتها كما كان الحديث خصوصا بعد قمه الرياض. والله هو يعني السياسه الامريكيه تتميز بازدواجيه المعايير، يعني هم يقولون شيء وهم يتصرفون شيء. المصالح الامريكيه هي التي تتحكم في السياسات الامريكيه سواء حيال العراق او حيال الخليج العربي او حيال عموم الوطن العربي. الولايات المتحده دوله ذات مصالح منتشره هنا وهناك، وهي تعمل جاهدة على حماية هذه المصالح عبر أنماط من السلوك أصبحت معروفة حقيقة، ويعني الكلام في هذه الأنماط أصبح ممل بالتأكيد يعني. وبالتالي هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعدما جاء السيد ترامب إلى قمة الإدارة الأمريكية،
هو يتصرف كرجل أعمال يريد أن يستفيد بالدرجة الأساس ولا يقدم شيء آخر. وتجارب الشعوب مع الأمريكان معروفة يا أخي، تذكر فيتنام، تذكر الغزو الأمريكي للعراق، وتذكر مناطق أخرى في العالم كيف تصرفوا. هم يسعون إلى المحافظة على قواتهم المسلحة ولا يهمهم أن يقتل الآلاف من الطرف الآخر. نشكرك شكرا جزيلا دكتور مازن رمضاني، الأكاديمي والباحث السياسي.